أسعد الله مساكم مشاهدينا في لمة جديدة من لمة شباب. اليوم لمتنا غير وفيها الكثير والكثير. اليوم طبعا عالمنا راح يكون مختلف، بما ان نحن عشنا معاكم في العالم اللي فوق، اليوم راح يكون عالمنا في عالم البحار، في الأعماق، في المرجان، وحتى مع الأسماك الجميلة اللي راح نشوفها اليوم معاكم. طبعا اليوم مغامراتنا راح تكون مختلفة وفيها تفاصيل وفيها تحدي كبير للخوف قبل لا يكون تحدي لأي شيء ثاني. اليوم عندي ضيوف جدا مميزين، راح يكون معاي الكابتن جاسم. حياك الله كابتن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال أخوي؟ شو أمورك؟ الحمد لله، الله يسلمك. طيب؟ الله يسلمك يا مرحبا. طبعا اليوم يعني جايبنك في البحر، البحر يقول لك كان ساحتك وملعبك من قبل سنوات من الحين. صحيح. والحين؟ والحين أدخل بحر يعني، ها بس عندي امور رياضيه الحين اكثر. يا سلام. طبعا الجوجيتسو يعني راح وطغى عليك وكان سلك موضوع البحر، ولكن اليوم جاسم انا راح امتعك وراح اخليك تعيش في عالم ثاني ان شاء الله. شو رايك؟ ان شاء الله بنشوف. شو الحماس عندك؟ والله تتخوف شويه الحين. والله الخوف لازم يكون حاضر، يقول لك مخاف سنه. اي نعم، ولازم اخاف شوي. صح. طبعا مشاهدينا اليوم من مدينه دبل حصن راح ننطلق ان شاء الله في مشوارنا اللي راح يكون تحت البحر، راح نغوص نشوف المرجان، نشوف الأسماك، نشوف هذه الكائنات الجميلة اللي يمكن شفناها بس على الشاشات، ولكن اليوم راح نعيشها بواقعها وبصورتها الحقيقية. طبعاً كابتن جاسم أنت ما شاء الله عليك رياضي، ما يحتاج اليوم عندك اللياقة، إن شاء الله راح تكون حاضرة معك. الحمد لله. وتحت البحر محتاجين لياقة أكثر من فوق البحر. صحيح. وعشان نأخذ هذه التحديات بتفاصيلها صحيحة وما تكون عندنا بعض الأخطاء اللي ممكن نحن نخطئ فيها تحت البحر في الغوص، معانا الكابتن ادم. حياك الله كابتن. زين، كيف الحال؟ يا مرحبا. مرحب. يا مرحبتين. يا مرحبا بكم، شرفتونا طال عمركم. كابتن ادم، اليوم نحن بنعيش في عالم اخر، واحنا حاضرين بنروح في جو مختلف عن اللي تعودنا عليه في كل لما نحن نتجمع فيها. اكيد هذا واكيد بعد بتعيدونها مره ومرتين وثلاث واربع. حاضرين. اهم شيء معداتنا جاهزه، معداتكم جاهزه وكل شيء جاهز، وهذا الطراد جاهز، وهذا طبعا قبطان المركب. الله. وتكرمون هني الحمام، وهني معدات السوائل، الماي ما ماي. وعندنا هني بعد داخل معدات اسعافات اوليه لا سمح الله. واقرب نقطه طبعا عندنا هني حرس الحدود لا سمح الله واستوي شيء، وان شاء الله ما يصير الا الخير. يا سلام. ومنمر على احسن المواقع باذن الله. وبتشوفون اللي ما شفتونه. الله عليك. طبعا بما نحن قاعدين نشوف الامور اللي راح تكون معانا ان شاء الله في الغوص، نحن نقول راح نتذهب وراح نشوف معداتنا ونشيك عليها ونلبس ونكون جاهزين معاكم لانطلاقتنا من دبل حصن. والحين مشاهدينا مثل ما تشوفون بدينا انطلاقتنا لبحر دبل حصن. كابتن جاسم، حيا الله اخوي عمار. خبرني شو المعنويات عندك؟ الحمد لله. معنويات زينه؟ الحمد لله. شو التجهيز المبدئي عندك؟ الحمد لله. انت تخوف صراحه. التقييم عند كابتن ادم. والله التقييم ان شاء الله بعد الغوصه، بس الحين الصراحه الوضع مبشر يعني بالخير. مبشر بالخير. والجو حلو يعني، حد بيضايق بهالجو. جو حلو، بعد شويه مطر بينزل، بعد شيء حلو. بس بصراحه يطالعين نظرات. لا لك نظرات. ايه هو يطالعين نظرات. ناوي لك علنية. شكله. لا لا تحاتي، ما عليك، الامور طيبة. ان شاء الله كله خير. ان شاء الله. احنا دائما الغواص نحطيه في عيننا يعني. يا سلام. احنا يوم ننزل اهم شيء عندنا السيفتي. طبعا. اهم شيء يكون هو مستمتع في الغوصة. يعني ينزل ويطلع. ما ينسي هالغوصة نهائيا. حلو. وان شاء الله ما بيكون للخير يعني، ما بيكون فيها. طيب كابتن ادم، يعني للغوص هل في جو معين تطلعون فيه، تشوفون، تنتبهون لبعض الامور قبل تطلعوا غوص؟ والله دائما احنا قبل ما نطلع نتاكد من الطقس. حلو. اساس لا سمح الله ما تعرف الطقس، فحرس الحدود بعد دائما ما مقصرين يعني. ينبهوكم، يعطوكم التعليمات. بعد اذا في الطقس يعني بيتغير بيقول عندك حدود 1 ميل او 2 ميل لا تتعدى. وبعدين احنا كمراكز غوص او مدربين دائما نرجع للطقس. حلو. فما ابغى اطلعك الحين وبعد نص ساعه يتغير الجو. ممتاز. فانت تاخذ اللي حتى عقب ساعتين او ثلاث. أيوة، او اربع يعني حتى طول اليوم مثلا يمكن. ممتاز. يكون عندي غوصتين، يمكن عندي نايت دايف، فلازم اكون عارف هاليوم شو بالضبط. حلو. طيب طبعا اليوم راح نروح لنوعيه معينه من المرجان. كابتن ادم راح نشوف، وغير في نوعيات من الاسماك راح تكون موجوده في نفس والله المكان. والله شوف الحمد لله الحين الوضع حلو يعني،
زياده في الاسماك، زياده في المرجان، يعني في وعي يعني صار عند الصيادين والغواصين. وبعد في منطقه هنا فيها النودي برانش بكثره، يعني بتكون اذا حصلناها بعد شيء طيب تكون صغار انواع واشكال. حلو. بنحصل الربيان، بنحصل النغاره، بنحصل الشعري. بنتغدى اليوم من صيدنا ولا والله ولا ما راح نصيد؟ لا لا بدون صيد، هاي بدون صيد. بعدين اذا بصيد مشكله بعد. طيب يعني كابتن جاسم اكيد اليوم نحن لما ناخذ طلعتنا ولمتنا بمكان مختلف يمكن ياخذنا حتى بان نحن نصفي اذهاننا تجاه شيء. صحيح. ما ادري تحسها قريبه من رياضتك؟ قريبه. قريبه وايد؟ اي نعم قريبه. البحر فيه اطمئنه وراحه وترتاح بالبحر ونفسيتك ترتاح. يا سلام. إيه. طبعا الجيتسو لها هاي خلاص تحت الماي من لها تاثير بعد. ونشوف الحين تاثير الجيتسو في البحر. واهم شيء اللياقه. اي والله اهم شيء اللياقه. والله اهم شيء النفس. اهم شيء النفس واللياقه واهم شيء الصحه، الواحد يكون صحيح. صحته يعني جيدة يعني. ممتاز. ويصلح للغوص يعني. طيب كابتن آدم يقول لك الكتاب يبين من عنوانه. تحس منو راح يغلب بيني أنا وجاسم؟ والله بنشوف إن شاء الله. يعني توقعات. إن شاء الله أتمنى تكونوا متعادلين يعني. توقعاتك لا أنا أحب هذا الحماس وهذا ال والله أنا خاف اللي يعني يطلع بالعكس السكوت شوية يقول لوتي يعني. إيه. بس اللي بس. ما اللي بيتفاجئ إن شاء الله بيتفاجئ. لها دور الحرب النفسية. طبعاً. يعني. طبعا الحرب النفسية هذه أهم شيء. لا طيب. لا إن شاء الله أشوفكم تغلبون أنا يمكن اثنين تكون تغلبون. لا ويل العلم ما تعلى الحاجة. ولكن كابتن آدم الخوف يضر الغواص؟ والله شوف دائما أنا كمدرب فأقدر ألاحظ على الغواصين اللي موجودين الرهبة والخوف. حلو. فدائما إذا في رهبة حاول أغير له الجو يعني أو أكون معاه أو أساس ما ينزل مرتبك. فإذا ممتاز. إذا في خوف الغوصة ما بتكون. صح. البعض منهم يكون يعني معنوياته عالية نفس كابتن جاسم بس من ينزل تحت الماء يمكن يكون الوضع مختلف، يخاف أول ما يشوف شيء مثلا يفاجئ. لا لا احنا من طبعا هو غواص قديم يعني أكيد، ولكن نضرب مثال. لا لا إذا شوف إذا في خوف في بعض الأحيان تمر بمواقف ممكن تخاف فيها وهذا، بس أنت كقائد غوص أو كغواص لازم تسيطر على خوفك هذا. حلو. عساس ما تأثر على الغواصين اللي حواليك. صح. فانت لازم تكون قدوه لهم. الفزعه يعني. هذه راح تاثر الفزعه يعني. بعدين اذا انت خفت تاخذ نفس كثير. صح. وهذا. صح. وربشه ممكن تطلع وهذا ليش ريلاكس. بالضبط. هذا عالم الصمت. اي والله عالم الهدوء. صح. فانت هناك تحصل كل حد فلان تعال هني ما حد يكلمك كله بالاشاره. صح. اوكي اسبح روح يا سلام سمك قرش. لحظه قبل قبل لا قبل قبل لا تكمل الاشارات كابتن جاسم بما انك غواص وقبلها قال لنا انا غواص وكنت اغوص وعندي ليسن انا ابغي الاشارات عطني الاشارات اللي اتذكر الاشاره هاي هذه هذه شو يعني؟ هاي عندي مشكله في الاكسجين. حلو يعني وغيره؟ مثل اللي هو اللي وياي بيساعدني. ممتاز. ثلاث نبت ثلاث مرات اعطيه. تمام. هو يساعدني وحاطنين بعض ونطلع شوي شوي فوق. حلو زين وهذه الاشاره؟ هذه الاشاره يعني كل شيء تمام. كل شيء تمام. اي نعم. زين وفي عندنا هذه. هذه يعني شوف. صح؟ انا اخليك تراجع. شوف طيب. هاي نفس الطبيعه يعني برا عندكم بس في اشارات تختلف يعني مثلا هاي. هذه؟ يعني هاي طلع يعني فوق. فوق. اطلع. احنا يعني مو بانك اوكي لا اوكي اطلع فوق او انزل تحت. وهذه تحت تنزل. ايه. مثلا هاي اوكي عندنا معروفه خلاص. حلو. طالع هناك او سمك قرش. حلو. او في احنا مثلا بنسوي شيء نودي في الغواصين. حلو. يعرفونها يعني بردان. صحيح. سهله او خليك مع بعض او خلكم مع بعض. حلو. زين كابتن ادم يعني حتى يقول لك من الاشياء اللي الغواص لازم ينتبه لها في بعض الكائنات البحريه اللي تكون تقريبا شبه مختفيه على القاع فلازم الغواص ما يلمس اي شيء يشوفه او اي شيء يشد انتباهه. صح. فكيف ممكن احنا ناخذ بعد هذه التوعيه من هذا الجانب؟ هذا طال عمرك يعتمد على الطفويه مال الغواص. حلو. الطفويه انه ما ينزل ويلمس اي شيء في البحر، انت عليك في الماي بس متفرج. حلو. فما تعرف انت يمكن تحط صبعك على هالكائن او هالمرجان يمكن يمكن يموت يمكن يتاثر. فدائما تنتبه، انت دائما تنتبه باللي حواليك ليش؟ اذا طفويتك اوكي. اساس ما تلمس الاشياء تاثر عليك مثل القنفذ البحري او هلو. احنا نسميه الرماي مثلا. صح. ياثر في الغواص او حد شيء يلسعك يعني. حلو. فتحافظ على الطفويه مالك وتنتبه دائما خليك منتبه يعني. ممتاز. دائما تنتبه للبدي اللي حواليك
صديقك اللي يغوص معاك. حلو. والمجموعه اللي وياك، ودائما تنتبه للاشياء اللي حولك اساس ما تكسر بعد المرجان او تاثر على البيئه. صح. طيب العمق بعد يلعب دور. كابتن جاسم انت غصت اخر مره في 2015. كم كان العمق؟ 18 متر. شو شفت؟ والله شفت مرجان وشفت احياء بحريه تحت وعالم ثاني يعني. حتى بين انا تفاجأت من الحركه تحت الماي يوم المدرب ينظف النظاره هو تحت الماي. هذه عاد النقطه الاهم. ايوه. تفريغ الماي من النظاره. أيوة. وانت تحت الماي. هذه لازم نتعلمها اليوم. هذه بتتعلمها انت ان شاء الله. سهله ولا سهله؟ سهله. سهل موضوعها. سهل. ما محتاج نعطيك شوي سكيل. أه. عنها على السريع. الله. مثل هي شوف برا تكون غير لكن داخل الماي غير. فدائما المبتدئ ياخذ هذا السكيل كامل في الحوض. حلو. يعني تنظيف النظاره، تنظيف الرجليتر، يفصخ المعدات، يلبس المعدات الطفويه، كل الاساسيات ياخذها في الحوض بعدين ينتقل فيها يطبقها في البحر. حلو. نفس ما احنا اليوم بنطبقها. النظاره امورها طيبه، اهم شيء ما تشد النظاره بعد، الضغط يلعب دور. صح. يعني اذا شديت النظاره اساس انت تقول اساس ما يدخلني ماي، شادنها على الاخر. صح. كل ما نزلتها عينك بتطلع برا. صح. صحيح. بتحصل ضغط عليها، خلها مرتخيه ولو دخل ماي تقدر خشمك تضغط شوي يطلع الماي برا. ترفع شوي النظاره؟ حتى لو انت كذا بروفيشنال ما يحتاج ترفع النظاره، بس خشمك تقدر تطلعها. تقدر تطلع. بس تضغط هني وترفع راسك وخشمك تطلع برا. يا سلام. كابتن آدم يعني مبادرة والله جدا جميلة واللي تخلي البيئة البحرية جدا جميلة ومحافظين عليها من الناحية المرجانية. في شيء عندكم قمتوا فيه اللي يسمونه زراعة المرجان. هذا طبعا بتكون زراعة المرجان بتكون زراعة على المنطقة الشرقية بشكل كامل. حلو. ما يقارب 1,000,000 قطعة أو أكثر. هاي طبعاً الحين قاعدين نشتغل عليها حالياً. ممتاز. فبإمكانك أنت تزرع بعد تتعلم الزراعة. وطبعاً هاي الزراعة شو بيكون لها رقم معين. تحط تزرع المرجان مع الرقم. تحط لها رقم. والرقم الثاني يكون عندك. حلو. ومسجل عندنا في المركز المغامرات ان الاخ فلان فلان تزرع المرجانه. حلو. بامكانك بعد 4 شهور 6 شهور اي اشوف هذه المرجان اللي زرعتها بعد. فهاي بتغطي الساحل الشرقي بشكل كامل. ممتاز. مشروع ضخم طبعا ويحتاج شغل من الغواصين طبعا والمتطوعين. وانا بعد يعني هذه كدعوه للغواصين اللي حاب يستزرع المرجان وهذا يتواصل معانا يعني. حلو. عن طريق مركز المغامرات في الفجيرة. صحيح. دو مركز المغامرات هذا يعني يوفر. أيوة. المبادرة هذه. نعم. هاي المشروع شغالين عليه طبعا حاليا. حلو. وان شاء الله بيكون له صدى، بيكون من ضمنه السلاحف، حماية السلاحف في المنطقة الشرقية. حلو. زراعة المرجان على الساحل الشرقي بشكل كامل. ممتاز. ونتشرف فيكم ان شاء الله نكون انا وبعد كابتن جاسم موجودين ونزرع لنا كل واحد مرجانه. نعم. ان شاء الله ونتعلم من كابتن ادم ان شاء الله. زراعه سهله طبعا ما يبغي لها صعوبه. لا بس قاطعوا معجون تحت الماي. حلو. عن طريق مسدس تحط المعجون تزرعها. حلو. وتحط يعني مو بالزراعه نفسها عندنا برمل لا هذه يبالها سماد ما سماد. اوكي. بس بعد هاي احنا يبالها شو مثلا الاستزراع هذا يبالنا احنا كغواصين دائما نرجع المنطقه تحتاج. حلو. تنظيف عنايه من العوالق على اساس تنمو يعني. والزراعه راح تكون على الصخور تقريبا على مثلا على الكواسر البحريه. حلو. على الصخور على الجزر على الاماكن اللي تجذب السواح يعني. ممتاز. اماكن الغوص بشكل عام على اساس تزيد الحياه البحريه في الاماكن. طيب كابتن ادم أكبر خطأ ممكن يرتكبه الصياد أو الغواص؟
والله في عدة أخطاء يعني. أكبرها واللي تحس إن هذا يعني المفروض الغواص ما يسويها. يعني هذا يقول لك الخروج من العمق بسرعة. هاي ما أنصح فيها. هذه راح تسبب تمزق في الرئة. تمزق في الرئة طبعًا. يعني مثلًا مرة واحدة تشوفه في عمق 20 متر ومثل الصاروخ. يطلع رطب. هذا طبعًا كتم النفس ما تكتمه نهائيًا في الغوص. حلو. تتنفس عادي، تأخذ نفس عادي نفس. هاي من اكثر الاخطاء هي اللي يكون الخروج السريع يعني. ممتاز. حلو. كابتن جاسم انا اشوفك ساكت وقاعد تتحضن يمكن نفسيا او ما اعرف شو الوضع عندك، خبرنا. انت داخل اي تحدي شويه رابطني. لازم تكون متهيئ نفسيا. ان شاء الله متهيئ. ان شاء الله ان شاء الله ونستمتع تحت الماي ان شاء الله يا كابتن ادم، وان شاء الله بنشوف احياء بحريه. طيب يعني مع هذا التردد اللي شبه موجود على وجه كابتن جاسم راح نشوف معاكم كيف راح تكون غوصنا، كيف راح تكون مغامراتنا في هذه الجولة وفي هذا المشوار. خلكم معانا وشوفوا تجهيزاتنا. رجعتنا لبر الأمان، وما أجمل بر الأمان يا كابتن آدم. أكيد جميل، والبحر جميل بعد، واليوم كان تحدي جميل صراحة. تحدي جميل جاسم، شو كان التحدي؟ والله التحدي حلو صراحة. زي أنا باك تقول رأيك فيني بس عادي ما يكون بصراحة عادي. شفتك تعبت شوية. والله تعبت صراحة، واجهت صعوبة تحت البحر وكانت عندي بعض المشاكل اللي أنا واجهتها، فبالتالي حتى في الغوصة الثانية أنا ما كنت موجود معك. طبعا هاي لازم تستوي شيء في معادلة الضغط، فهي كتجربة الغوص عندك تجربة رائعة يعني، تنزلت وجربت وهذا، بس عاد منعناك انك ما تنزل، انا منعتك مو بنت، انت كنت بتنزل بس انا منعتك قلت لك لا ريح للمرة الجاية ان شاء الله بيكون تدريب ثاني ان شاء الله. وكل اساس اليوم بعد فاجئنا الجو صح، كان في بعض التيارات تيار ما تيار وشوي اساس شيء شويه كان عندنا. حلو، زين رايك بكابتن جاسم؟ بصراحة كابتن جاسم ممتاز، يباله شوي والامور طيبة، بعدين هو كبداية شوي عنده بس بعدين يوم نزلنا الغوصة كان تنظيم التنفس. اي تنظيم تنفس، اي نظمت تنفسه شوية الحمد لله. يا سلام. قدرت اني امشي وياه ونزلنا تحت وشفنا وبرنا القاضية تحت. اي وشفنا الشعب مرجانية وشفنا الاسماك وما قصر كابتن، بعد اعطاني الكاميرا وقال لي صور تحت. يا سلام الحمد لله ما قصرت يعني اليوم امانه كابتن ادم امتعتنا، شكرا لك من القلب، ما قصرت علمتنا على شيء جديد يمكن جربناه قبل ولكن اليوم كانت تجربه مختلفه. ما قصرت معنا بصراحه، وطوله بالك هذه كانت بروحها تسد يعني. لا هذا لازم تكون طول، المدرب لازم يكون عنده طوله بال ولازم يعني لازم يكون ياخذ ريلاكس طبعا اساس المتدرب احيانا يكون شويه أكيد. غير يعني والله ما قصرتي كابتن ادم وكابتن جاسم، والله العظيم انا مستانس بوجودك، حلقه ما حسينا فيها مرت مثل التيار اللي احنا عشناه تحت البحر. صحيح ما قصرت. وابغي اخيرا كيف كانت الرحله، كيف كانت اليمعة بالنسبه لك؟ روعه ما يحتاج. ما يحتاج اختصرها بكلمه واحده. ايه روعه، ما يبالها كلام، ما يبالها كلام، ما يبالها كلام. يبالها انا اقول اللي اي نعم اللي يجرب يشوف المرجان ويرتاح نفسيا صراحه. يا سلام. وانا ارتحت مع كابتن ادم اكيد هو اللي ريحنا، هو اللي اللمات الجايه بعد. إيه. لا خلاص هو بالتيم يعني بيكون على طول، فيمكن هو ترك الفتره هاي ووجوده معاكم في البرنامج هذا صراحه رجع له مره ثانيه كان يكون سبب. صح صح يا سلام. هذا السبب رجع للبحر. طيب. ما قصرتوا طبعا اليوم يمعتنا كانت غير، ونقول للمشاهدين ان شاء الله يمعاتنا لا زالت مستمره ولمة الشباب دائما فيها الخير وفيها البركه بطاقات الشباب بإبداعاتهم. إن شاء الله للمتنا الجديدة الأسبوع القادم. مع السلامة.